عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بقصر ثقافة الزقازيق في محافظة الشرقية. استهدفت الجلسة الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ضمن قضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة. وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة. عيشنا أهم حاجة هي الانفجار السكاني وتنظيم الأسرة، وزي إن كل سنة عندنا 2.5 مليون طفل جديد محتاجين تغذية، ومحتاجين بعد 4-5 سنين مدارس، وبعد 15-20 سنة عاوزين بيوت. احنا النهاردة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنتحرك على كل شبر من أرض مصر، بنسعى إلى إحداث حالة حراك شعبي، ونوضح المفهوم والفلسفة من وراء الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الرئيس، اللي بيمثل ضمانة كبيرة أشبه بالعقد الاجتماعي، بيجلس الجميع معا في وقت محدد، وهو وقت يعني أهميته ظاهرة للجميع.